من 50 سنة وهو بيقدم الخدمة لملايين من الناس تحديدا الغير قادرين، من 50 سنة وهو بيزود ويمد المنطقة والعالم العربي كله بخبرات وأبحاث ونتائج وعلاجات رفعت من مستوى هذا العلم أو هذا النهج في العالم العربي كله. أنا بتكلم عن المعهد القومي للأورام، بس نسيت أقول أنه 50 سنة وهو بيلعب الدور العظيم ده تقريبا في صمت، بيلعبه بعلمية بجدية بإنسانية ولكن دون ضوضاء. خلينا وإحنا في آخر السنة وإحنا بنعمل حلقات خاصة مش بس الاحتفاء بيها أو ختام السنة بيكون بفقرات مبهجة وترفيهية، إنما كمان فقرات تحفزنا إن إحنا نقفل السنة وإحنا مسددين حسابات كتيرة جدا، منها المعرفة ومنها التطوع. خلينا نتكلم عن المعهد القومي للأورام، ونستضيف عميد المعهد القومي للأورام دكتور حاتم أبو القاسم. مرحب بيك دكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. مبدئيا أنا عايز أسألك، 50 سنة للمعهد وأنت أحد أبنائه الكثر، تعني لك إيه؟ طبعا أنا برحب بيك وبرحب بالسادة الضيوف. شكرا. 50 سنة طبعا بتعني لي كتير، لأن المعهد أنا بقالي تقريبا أكتر من 25 سنة فيه. حضرت تطورات كتيرة في المعهد من أيام ما كان لسه صغير خالص، ابتدى يوسع ويوسع والعمليات بتزيد والعمليات بتكتر، فشفت التطور كتير. طبعا بالنسبة لي يعتبر بيتي التاني، يعني أنا بدين لي بفضل لأن اتعلمت فيه وتأسست وكونت حياتي فيه، فنفسي أن أنا أديله اللي هو يستحقه يعني.